من سرق نظارتك الشمسية؟ هذه واحدة من الحالات اللي ذكرتها في الكتاب. احنا كنت أنا في بيتي في قريتنا في البدعية، فعندما احتلوا الأمريكان العراق وجاءوا إلى سامراء، هذا المنظر لا ننساه طبعا، ما حيت شفت الرتل الأمريكي الطويل اللي سميتها الرتل اللعين، أي الدبابات الأمريكية فاتخذوا كان مقر للجيش الشعبي في نهاية في بداية الطريق اللي يعني اللي يوديك للقرية مالتنا. احنا على كان نهر الإسحاق يمر في أرضنا، فكان الطريق هذا نهايته كان على الشارع العام البغداد، كان لكم مقر للجيش الشعبي، اتخذوا الأمريكان مقر لهم، وكانت هناك قوات أمريكية، فكانت تدري كانت نقاط تفتيش من كل جهة. فعندما كنت أريد أروح إلى سامراء أو يعني للمدينة، كانوا يوقفوني تتذكر إذا جنابك أكيد عشت ذيك الأيام أو العراقيين عاشوها، فكانوا هم يشهرون السلاح عندما تأتي السيارة ويتوقف، لازم تفتح الأبواب وترفع إيديك وتخرج من السيارة، وبعدين يجي واحد يفتش، واحد شهر السلاح مباشر يشهر السلاح علي، والثاني يروح يفتش. فعندما انتهى التفتيش كانت عندي نظارات، كنت خالع على الدشبول كما نقول أول، فصعدت بسيارتي مشيت تقريبا 20 متر انتبهت وإذا النظارات مسروقة. فكان وضع طبيعي، هم كانوا يسرقون كل شيء ما غلى ثمنه، وهذه حوادث كثيرة. له العراقيين معظمهم يعني شافوها هاي الوقائع، يعني يفتشون السيارة يسرقون يأخذون فلوس يسرقون حتى من 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 اقتحموا شقتي بنهاية 2004، اقتحموها مرتين. المرة الأولى بس كسروا، خليني يا مو هذه عندي نعم. عندي قصة وياها، وقصد احنا جبنا على السلك. هو أنا أريد الحديث يكون عن مداهمة الشقة، يعني أنا عندي وجهة نظر أو استنتاج حقيقة. نعم. عفوا، أنت جاهرت بموقفك. نعم. سواء في المؤتمرات الصحفية، مو بالعراق، خارج العراق. ايه طبعا. زين، مرة أجتك رسالة غامضة من سيدة أمريكية، وأنا ما أعتقد، أنا تقديري للأمر ما أعتقد سيدة بما أنه جهاز يقفوا يوصلوا لك رسالة باسم سيدة، اسم مستعار، وهي يعني ترد عليك أنه أنت لي. عدا ذلك يبدو وصل الأمر أنه بعد ما يقدرون يطيقوك. هو ليش أنا أربط الأمر؟ شوف أنا أربطها بحادث. هو ليش أربط الأمر أنه هو الـ 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 الاقتحام كان مو يعني مقصود 100%. في قبل بيوم من الاقتحام أعلنت استقالتي من تدريب المنتخب، فأصبحت أني يعني ما عندك حصانة، ما عندي حصانة، ما عندي عنوان. كنت مدرب منتخب العراق يوم 30، أني أعلنت 30/12/2004 أعلنت استقالتي من تدريب منتخب العراق. فلهذا في اليوم الثاني هم داهموا اقتحموها، بقوا بها ساعات من الليل إلى الصباح. وبعدين أنا أخذت القناة العربية، المراسل العربية عمار علي، عمار، وفي الليل طلع الخبر، انبث على القنوات، انبث يعني على العربية وعلى الجزيرة، أخذ صدى إعلامي كبير. فهم انزعجوا، واضح هم انزعجوا من الموضوع. ثاني يوم رجعوا وكملوا. المرة الثانية كانوا أكثر قسوة، يعني بحيث حطموا كل شيء وسرقوا أشياء كثيرة من البيت. وبالتالي يعني عرفت بأنهم يحثون عني وتركت العراق وسافرت. أي إيش سرقوا؟ سرقوا بعض الأشياء الثمينة، هدايا كنت أحتفظ بها، يعني هدايا من مشاركاتي، من
ميداليات حتى ملابس رياضة جديدة أخذوها مع المنتخب يعني. كانت عندي ملابس بعدها جديدة. بس الكلاشينكوف عايفيها. كلاشينكوف عفوها. واخذوها مسدس كان هدية حقيقة. مسدس صغير 7 يعني مؤطر. كان هدية من رئيس الاتحاد ورئيس الأولمبية. ذلك الوقت عندما فزنا ببطولة آسيا للشباب في 2000 ثانية هدية. واني خاله يعني بالعلبة مالته. فهذا اخذوه. بس اللي كان عندي كلاشينكوف تدري كل العراقيين كان عندهم سلاح يدافع عن نفسهم. يعني ماكو دولة وماكو وماكو جيش ماكو قوة من داخلي. فما اخذوها خلوها تركوها. هو انت عاد على اثرها فكرت بان لا عفوا مو على اثرها انت قبلها قبل يعني استنتجت او تلمست الامور بانها رايحه باتجاه اخر. اللي خلاني اخذ عائلتي واطلع صارت معركه بالدبابات بمنطقه حيفا تحت شقتي والقاذفات والمدافع الرشاشه معركه لا يعني لا تنصف. ففي اليوم الثاني قررت اطلع عائلتي برا الاردن. طلعتهم ورجعت لان لازلت كنت مدرب منتخب العراق. بقيت وبعدها بشهرين استقاليت من المنصب وأهموا البيت ومرتين. ما فكرت تقيم عليهم دعوة؟ في وقتها الله يرحمه أحمد الحجة كان رئيس لجنة أولمبية قال لي خلي أسوي لك طلب لبريمر على الأقل تعويض. وأنا ما وافقت حقيقة. ما وافق. قلت له لا. قلت له خلي قلت له خلي هذا الوسام خلي وسام على صدري. خلي ليش نسوي له ثمن ونقلل قيمته خليه. لا يعني هو عفوا كابتن انت يعني شخصية عامة مدرب لمنتخب معروف على الصعيد العربي والدولي من خلال المنافسات والمباريات اللي تروحون تخوضوها ومعسكرات التدريب طبعاً. وبالتالي تلتقي مع شخصيات رياضية كبيرة ومهمة. وليش قلت لك يعني الاعتداء هذا هو اعتداء طبعاً. واعتداء صارخ لما يجون يكسرون الباب ويحطموها ويدخلون وبعدين طبعاً. يرجعون مرة أخرى لأن الخبر انعلن بالقنوات الفضائية يرجعون مرة أخرى يسرقون ما في البيت ويقعدون يشربون قهوة أيضا. أي طبعا يعني أنت الأمريكان تعرف العنجة هي مالتهم. هم أصلا احتلوا البلد بدون قرار من الآن لا قرار دولي ولا يعني هم يعني واحد بلطجي يعني شو تسوي للبلطجي ما يعني ما يهتموا لهذا الأمر.